السلام عليكم ورحمة الله. أنا هشام من قناة مختصر الزراعة ومن مشتل مختصر الزراعة. شكرا كثيرا إخوتي الكرام للناس اللي شاركونا في الافتتاح. كان افتتاح الحمد لله رب العالمين جميل جدا، والناس اللي أجوا كثير. شكرا لكم كثير للي شاركتونا في الافتتاح، وشكرا لمن شاركنا في الافتتاح عن طريق البث المباشر اللي بثناه. الناس اللي ما بتقدر تيجي لظروفها، الكل معذور، وكلكم إخوان إلي وكلكم أحباب إلي، فما حدا أبدا يعتذر. أموركم إن شاء الله كانت تمام والافتتاح كان بجنن، فشكرا لكم جميعا. وشغلة بدي أحكي لكم إياها للناس اللي ما قدرت تيجي على الافتتاح، أنا مددت الخصم 20% لنهاية يوم السبت القادم الموافق 27 يوم السبت 27/5، تمام؟ هذا الخصم راح يظل موجود 20% على جميع النباتات الموجودة في المشتل مهما كان نوعها، سواء كانت أشجار زينة أو أشجار مثمرة أو كل هاي الحوليات. أيضا إخوتي الكرام، بالنسبة للفيديوهات العلمية راح أباشر فيها إن شاء الله خلال 5 أيام، ترجع القناة والقناة وصفحة الفيسبوك، هذول يرجعوا علميات طبيعيات زي ما كانوا عشان نتابع في المعلومات الزراعية. وبالنسبة لمشتل مختصر الزراعة، العروض اللي راح تنزل عليه أو مثلا النوعيات الجديدة نزلت، بضاعة جديدة نزلت على المشتل، راح أعمل مشتل مختصر الزراعة صفحة مخصصة لمشتل مختصر الزراعة، راح تلاقوا رابطها موجود أسفل هذا الفيديو في الوصف، بتروحوا تدخلوا بتلاقوها بس على الفيسبوك، مشتل مختصر الزراعة، وهي خاصة بالمشتل والعروض والبضاعة الجديدة اللي بتيجي بالمشتل. برجع أخوتي الكرام بكرر شكري لكم، شكرا لكم جميعا على الدعم، والحمد لله احنا وصلنا لمرحلة كثير حلوة بفضل الله تعالى ثم بدعمكم وحبكم. فانتظرونا على العروض وانتظرونا على الكميات الجديدة والنوعيات الجديدة من النباتات، يعني ما راح أخلي نبات ما يكون متواجد في هذا المشتل، ولا أي إشي بتحتاجه الزراعة، أي إشي بتحتاجه الزراعة راح تلاقوه إن شاء الله متواجد في المشتل خلال أسابيع. هي الشغلة درجة درجة، ما بدي أتأخر عليكم، شكرا كثير كثير إلكم. استنونا في أول فيديو علمي طبيعي على قناة مختصر الزراعة سواء فيسبوك أو هون، راح يكون الفيديو جاي إن شاء الله علمي طبيعي عن موضوع في مواضيع الزراعة اللي بتسألوا عنها إن شاء الله، وأي شيء بخص المشتل إن شاء الله والأشياء الموجودة فيه راح تكون على صفحة المشتل الخاصة. هذا كان كل شيء لمقطع اليوم، أتمنى أنكم استمتعتم في هذا المقطع. أتمنى ما ننسى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه يا جماعة، اللهم صلي على سيدنا محمد. أتمنى ما ننسى الاشتراك في القناة كنوع من الدعم والتحفيز. بارك الله فيكم، كان معكم أخوكم هشام من قناة ومشات المختصر الزراعة، ولله الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.